السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي على عروض السيف جالري، في قسم كده في السيف جالري عروض بخمسة ريال 75 هللة. في ناس بتسأل في خمسة ريال في السيف جالري، زي ما احنا شايفين هو منتج مميز بسعر مميز، ستاند كبير جدا موجود عليه حاجات كتير جدا بخمسة ريال. ولكن في البداية كده نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، واتمنى الناس كلها تقول معانا الذكر اللي هنقوله النهاردة، تكتبوا في التعليقات او تقولوا معانا، المهم ان احنا نقوله مع بعضينا وناخد اجر وثواب كبير جدا قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا. النهاردة هنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، من افضل الاذكار اللي ممكن تقولها، اجرها عظيم جدا. اتمنى الناس كلها تكون بخير، ونبدأ مع بعضينا الجولة ونشوف بقى يا جماعة القسم المميز جدا اللي هو موجود دايما، هتلاقوه موجود يعني ظاهر كده في السيف جاليري، ممكن هتلاقوه في الدور الثاني لو في دورين، او على جنب كده مميز في السيف جاليري، منتجات كلها 5 ريال 75 هللة، وهتلاقوا حاجات ب 4 ريال و 3 ريال و 5 ريال زي ما احنا هنشوف بقى، هنوضح ليكم العروض. اول حاجة في استند كامل من الاطباق اللي هي قدامنا دي باشكال كتير جدا، شايفين الطبق ده اللون بتاعه كحلي، هو لون كحلي اهو زي ما انا شايف، لون كحلي وحوافي ذهبيه، في منه اشكال مختلفه وفي منه احجام مختلفه، وطبعا هو طبعا زي ما احنا شايفينه هو زجاجي ومكتوب عليه ده طبعا اطباق للتقديم، زجاج اسود، انا قلت كحلي وحوافي ذهبيه. السعر 5 ريال 75 هللة شامل الضريبة، وزي ما احنا بنقول كميات كبيرة جدا موجودة من الأطباق دي، طبعا زي ما قلنا بتستخدم في التقديم. هوريك كذا شكل، ده شكل هو ده شكل، وفي شكل تاني برضه هو ده شكل تاني، ده شكل غير اللي انا كنت ماسكه دلوقتي، وفي نفس الشكل ده ولكن حجم اصغر، ولكن حجم اصغر زي ما انا شايف كده اهو. فهتلاقوا حاجات كتيرة جدا موجودة. في كمان اكواب زجاجية، شايفين الكوب ده، ده كوب زجاجي برضو وعليه السعر هو يا جماعة 5 ريال 75 هللة. تعال نشوف هل فعلا ده طبعا موجود في كرتونة زي ما احنا شايفين الكرتونة هي، ومكتوب عليه ايه بقى؟ فنجان قهوة، ده فنجان قهوة بصحن خشب، او هو مكتوب بصحن خشب، 5 ريال 75 هللة شامل الضريبة، يعني السعر كمان ظاهر جدا. ده مج هو كلاسز، يعني كوب من الزجاج 240 مللي، 240 مللي يعني حجم كويس، يعني في زي كده، هو في كذا نوع منه على فكره، يعني انا شايف منه كذا نوع، في نوع زي كده وفي نوع زي كده، في نوع زي كده برضو، وفي نوع زي كده، يعني شايفين هنا النوع ده، ده اللي هو عليه شكل كده حاجات بارزه كده زي ما احنا شايفين، وفي انواع ساده زي كده، في انواع ساده زي كده، في ناس بتحب اللي هو الساده ده عشان يكون سهل في الغسيل يعني، وفي نوع زي ده، يعني في كذا نوع مش نوع واحد، مش نوع واحد. انا الحاجات دي صورناها قبل كده يا جماعه، وناس كتيره دخلت سالت، واحنا حبينا نصورها تاني للتوضيح، فانا النهارده بوضح اكتر، النهارده بوضح اكتر، هو نفس العرض مستمر. وفي نوع تاني على فكره زي كده، هما كذا نوع، كذا نوع، شايفين الشكل، كذا شكل هو من الاكواب دي. في كمان فناجيل برضو زي كده، فنجان بيد هو وصحن برضو، ده 5 ريال 75 هلل. السعة بتاعته كام؟ 100 مللي، السعة بتاعته 100 مللي،
احنا بنقول بالتفصيل يا جماعه 100 مللي من الزجاج وصحن وفنجان بيد، ده برضو من الازاز، ده للقهوه وللشاي المشروبات. الناس بتحب الحاجات اللي هي الزجاجيه او الازاز. في منه كمان، في منه كذا نوع برضو، ادي في نوع تاني برضو هو، يعني في منه كذا نوع، في منه كذا نوع. ادي النوع ده غير النوع اللي احنا شفناه في الاول خالص. طبعا كميات كبيره زي ما احنا شايفين موجوده، 5 ريال 75 هللة، سعر فيه متناول الجميع، سعر في متناول الجميع. في كمان برضو يا جماعه في حاجات زي دي للعصائر، للعصائر شايفين فيه كذا قطعه زي ما احنا شايفين، هو هنا موضحينها اكتر. والسعر برضو كام؟ 5 ريال ولا 6 ريال؟ ده 6 ريال. مج عصير شفاف، اسمه مج عصير شفاف مع غطاء، مع غطاء، السعر بالريال 6 ريال شامل. خلاص شفنا ده بقى، ده برضو زي ما قلنا للعصير، مج عصير شفاف مع غطاء خشبي شامل الضريبة 6 ريال. ندخل على اللي بعده، وفي هنا حاجات للإضاءة، حاجات للإضاءة زي ما احنا شايفين شكلها عامل ازاي. دي إضاءة مثلج، إضاءة مثلج، السعر 5 ريال 75 هللة، 5 ريال 75 هللة. وفي طبعا منها حاجات كتير جدا، وفي منها أنواع كتير، يعني شايفين النوع ده غير النوع اللي احنا شفناه ده، يعني منها أنواع كتير جدا برضو، 5 ريال 75 هللة. كمان برضو في هنا حاجات برضو مجات كده زجاجية وغطاء خشبي برضو، 5 ريال 75 هللة. كل الحاجات دي 5 ريال 75 هللة. كمان في حاجات تانية يا جماعة زي كده، كاسات، دي كاسات مية، كاسات مية، الكرتون فيه 2 حبة، يعني الاتنين الكرتونة فيها 2، الواحدة 170 مللي، الواحدة فيها الواحدة 170 مللي، وهي كاسات للمية، كاسات للمية زجاجية، وأشكالها برضو في منها كذا شكل، يعني ده شكل وده شكل. الكرتونة فيها 2 ب5 ريال 75 هللة، كاسات للمية الحبتين، يعني الحبة ب2 ريال ونص. وزي ما احنا شايفين في منها كذا نوع، في منها كذا نوع، في أنواع كتير زي ما احنا شايفين اهو، انواع كتير منها. كمان في هنا برضو مباخر ذهبيه، المباخر الذهبيه دي في علبه بلاستيكيه كده، والسعر بتاعها 5 ريال 75 هللة، شكلها جميل جدا، شكلها حلو جدا. دي مباخر، الناس اللي بتحب البخور في البيت في المكتب في اي مكان ممكن تستخدمها، صغيرة و يعني سهلة ان انت تاخدها معاك في اي مكان. مباخر ذهبية، الواحدة 5 ريال 75 هللة. كمان في حاجات زي اللي قدامنا دي، ده صحون تقديم، صحون تقديم بقاعدة، ده صحن تقديم اهو بقاعدة، صحون صغيرة كده تقدم فيها مثلا حلويات او حاجة زي كده، صحون تقديم بقاعدة ب5 ريال 75 هللة شاملة للضريبة. في كميات كبيرة زي ما احنا شايفين اهو قدامنا. ده صحن تقديم بقاعدة 5 ريال 75 هللة. في كمان الحافظات، المنظمات البلاستيكية اللي قدامنا دي برضو، الحاجات دي برضو ب5 ريال، هي 5 ريال 75 هللة، عشان نشوف السعر، السعر هنا هو 5 ريال 75 هللة. اوضحها لكم اكتر عشان نشوف السعر مظبوط ولا ايه. هنا السعر هو سلة بلاستيك بغطاء ب5 ريال 75 هللة.
طبعا انواع كتيره جدا منها، في النوع الاصفر وفي احجام مختلفه على فكره، احجام كبيره واحجام صغيره، وزي ما احنا قلنا ليها غطاء كمان، السله ليها جاي معاها غطاء، ده غطاء السله، سله بلاستيكيه ب5.75 ريال هلله. في بقى اشكال كتيره جدا منها، في اشكال كتيره منها، في برضو الحاجات دي ممكن يكونوا اتنين مع بعض اهو، 5.75 ريال هلله. تنظيمات بلاستيك 5.75 ريال هلله، واتنين مع بعض، اتنين مع بعض، هنا الاتنين بسعر واحد في المنظمات دي الصغيرة المستطيلة دي. في بقى اشكال كتيرة جدا منها المنظمات البلاستيكية دي زي ما احنا شايفين اهو، دي كلها منظمات بلاستيكية. في كمان مجات، في كمان مجات هنا، ده ب5 ريال، 5 ريال ده مج بلاستيك، مج بلاستيك ب6 ريال، 6 ريال مجات من البلاستيك ب6 ريال. في كمان لانش بوكس اهو، لانش بوكس برضو شكله حلو، برضو سعره كام؟ هنشوف السعر بتاعه، سعره 6 ريال برضو، ده لانش بوكس او حافظة بلاستيك للطعام برضو، مقسمة يعني فيها خانات، فيها كذا خانة يعني مقسمة. هو مكتوب هنا 6 ريال ولكن اكيد عند الكاشير هم كاتبين 5.75 ريال هللة، هتلاقيها 5.75 ريال هللة. في برضو هنا اكواب ورقية، كاسات ورقية، كاسات ورقية برضو موجودة، وفي هنا اطباق، وفي هنا كمان الحاجات اللي قدامنا دي، شايفين هي شكلها حلو، محكمة الغلق. دي برضو ب5.75 ريال هللة. في حاجات كتيرة جدا، في هنا برضو برطمانات حفظ التوابل والبهارات دي برضو 5.75 ريال هللة. في حاجات للتقديم برضو زي كده، في حاجات للتقديم اهي برضو للتقديم، الفواكه وال صحن، صحن للتقديم او صحون للتقديم 5.75 ريال هلله. في اشكال منها الشكل العسلي ده والشكل الاسود، وفي منها كمان اللي هو الدائري ده، الدائري في المستطيل. في برضو انواع تانية زي كده، في انواع تانية برضو زي دي، ده كل ده للتقديم يا جماعة اهو، والسعر بتاعه ده صحن فواكه اهو 5.75 ريال هنا، 5.75 ريال هنا. في حاجات زي ما احنا شايفين برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي نازلة هنا برضو بسعر مميز، اللي هو شبك الشوي، شبك الشوي ده 5.75 ريال هلله. شبك شوي 5.75 ريال هلله. في منه احجام زي ما احنا شايفين كده، طبعا ده انا شفته في اماكن تانية سعره اغلى من كده، فهنا برضو السعر ده مميز. في حاجات زي برضو الحاجات اللي تحت دي، وفي حاجات هنا برضو دي صحون من السيراميك، دي بادية مع صحن تقديم خشبي، ومكتوب عليه 8 ريال، انا مكتوب عليه 8 ريال ولكن اكيد بالسعر اللي هم كاتبينه 5.75 ريال هلله. فطبعا منتجات كتيرة جدا. في كمان فناجيل هنا، فناجيل برضو دي اهي، دي برضو 5 ريال، مج سيراميك، ده مج سيراميك 5.75 ريال هلله. وفي هنا برضو ده فناجيل من السيراميك برضو 5.75 ريال هلله، 5.75 ريال هلله، مج سيراميك، فناجيل سيراميك
اشكال زي ما احنا شايفين. ده الشكل هو ده طبعا للقهوة، 5 ريال 75 هللة. عايز اوريكم كل حاجة بالتفصيل النهاردة، واحنا صورنا الكلام ده قبل كده ولكن النهاردة حبينا نوضح. ده كوب سيراميك برضو مع صحن، هو 5 ريال 75 هللة، يعني في حاجات كتيرة جدا 5 ريال 75 هللة. طيب في حاجات برضو زي كده هنا، دي علاقات، ممكن علاقات حاجات بتتعلق كده في المطبخ ويتحط عليها الأطباق أو أدوات المطبخ، دي برضو هنا موجودة، 5 ريال 75 هللة. طيب ايه الحاجات بقى الحلوة دي الذهبية دي؟ دي برضو حاجات، برضو كلها دي حاجات تستخدم في المنزل والمطبخ وأشكالها جميلة جدا. هنشوف هنا موضحينها هنا، شبك ده مكتوب عليه على فكرة 16 ريال ومنزلينه هم 5 ريال، ده مكتوب عليه 16 ريال، مكتوب عليه 16 ريال ولكن هم طبعا حاطينه في الاستاند ده فهتلاقوه ب5 ريال 75 هللة. حاجات كتيرة جدا موجودة ب5 ريال 75 هللة هنا، في برضو حاجات زي كده. فين الحاجات دي؟ دي برضو منها واحدة هنا، دي برضو دي لتنظيف السجاد، حاجات كده يدوية يعني، برضو ب5 ريال 75 هللة. وفي برضو هنا الأطباق دي زبدية، دي ب4 ريال، زبدية شوربة زجاجية ب4 ريال، زبدية شوربة ب4 ريال. يعني طبعا كده احنا وضحنا كل حاجة. ده طبعا الفيديو التاني، احنا صورنا الفيديو ده قبل كده وناس كتيرة سألت على حاجات، وطبعا احنا حبينا نصور تاني للتوضيح، للتوضيح احنا شرحنا الحاجات اكتر المرة دي. في دي لبادة من السيليكون 4 حبات ب5 ريال 75 هللة، في انواع كتيرة جدا منها باشكال مختلفة واحجام مختلفة. لبادة من السيليكون 5 ريال 75 هللة شامل الضريبة. كل الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل، في مباخر، في اكواب ورقية، في صحون تقديم، في منظمات بلاستيكية، في اكواب زجاجية زي ما احنا شايفين، في فناجيل، في برطمانات زجاجية زي ما احنا شايفين، في اطباق تقديم اللي هي اللي قدامنا دي باشكال مختلفة، اطباق تقديم، وفي حاجات للعصائر زي ما احنا شايفين الحاجات دي للعصائر، فناجيل باشكال مختلفة من الزجاج، فناجيل بصحن، في فناجيل زي ما احنا شايفين كده، والاطباق اللي هي بالحواف الذهبية دي، والشبك برضو، الشبك اللي هو للشوي ده، كل الحاجات دي احنا قلناها، والبادية دي، والمجات اللي هي من السيراميك. يعني في منتجات كتيرة جدا، والستاند زي ما احنا شايفين استاند كبير جدا، الستاند كبير جدا. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه، الفيديو المميز جدا والحلو جدا والاسعار الجميلة جدا اللي هي موجودة في السيف جاليري. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو، وتابعونا في الفيديوهات القادمة هتلاقوا عروض حلوة جدا جدا. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طريقة الاسترجاع والاستبدال، بيقول لك لك رغبة تسترجع أو تستبدل من حقك، يتم الارتجاع النقدي خلال 3 أيام فقط من تاريخ الشراء، على أن يكون المنتج في حالته الأصلية ومعاك الفاتورة. هنا يتم استبدال المنتج خلال 7 أيام فقط من تاريخ الشراء، لأن يكون المنتج في حالته الأصلية يشترط الفاتورة برضه. في حالة وجود عيب مصنعي يحق للعميل الاسترجاع خلال 7 أيام برضه من تاريخ الشراء، برضه هنا يحق للعميل استبدال المنتج الخاص بحفظ الحرارة استمت تجربته بالماء الحار فقط. طبعا دي شروط الاسترجاع والاستبدال في السيف جانبي. كمان في خدمة حلوة جدا، خدمة تغليف الهدايا. اطلب من العملاء هنا خدمة تغليف الهدايا، خدمات حلوة جدا، وخدمة ما بعد البيع وخدمات العملاء من الحاجات المهمة جدا في كل مكان. والسيف جالري هنا عامل حاجات حلوة جدا برضو، حبينا ان احنا نوضحها لكل الناس. المشتريات خلال فترة التخفيض لا يمكن ارجاعها نقدا ويمكن استبدالها بنفس قيمتها. برضو نخلي بالنا من الحتة دي، المشتريات خلال فترة التخفيضات البضائع المخفضة لا يمكن ارجاعها نقدا ويمكن استبدالها بنفس قيمتها. في صيانة برضو، طبعا دي شروط الاستبدال الاسترجاع والاستبدال في السيف جالري. عناوين وأرقام مراكز الصيانة في مدينة الخبر بالنسبة للسيف جالري في مدينة الخبر: في شركة العيسائي، مينوليكس وتيفال، طريق الملك سعود، بجوار مفروشات عبد الواحد. طبعا زي ما احنا شايفين الأرقام التليفونات، وطبعا في أرقام كتير جدا زي ما احنا شايفين. فانت برضو عند خدمة العملاء او عند الكاشير ممكن تصور دي وانت طالع، هتلاقوها موجودة.